بالمناسبه ديال الختان اللي درناه البارح، اليوم درنا هذه الحفله هذه صغيره للدراري الصغار، ولو انها ماشي شي حاجه كبيره ولكن الفرحه هي اللي كتدخل على الامهات والاباء ديال الاطفال هذه. الحقيقه دازت حفله زوينه، فرحوا فيها الدراري الصغار، داروا حنينه، دخلناهم بعساوه، درنا لهم فقرات موسيقيه مختلفه. كنشكر كاع هاد الناس اللي ساهموا معنا، ما فيهم اوركسترا صباح السوسية، اوركسترا ايت لامان، وكنشكر حتى عيساوة قيادة تاعت المقدم رشيد اللي كنشكرهم من هذا المنبر اللي فرحوا معنا هاد الوليدات هادو. وشكرا حتى على الحضور والصحافه كلها اللي جات معاه وحضرت معنا هذا النهار، اللي شاركت معنا هذه الفرحه. كنشكر بزاف مدير الديوان ديال عمالة إقليم إنس كنيت ملول، اللي في الحقيقة وقف معنا هاد الحدث هذا من الأول حتى الآخر. وكما ما يخفى عليكم أن كان معنا التلبشة ديال مدينة تشيرة البارح، والقيد ديال تشيرة البارح، حتى هما كنشكرهم من هذا المنبر، وشكرا للجميع، وكنشكر كاع الناس اللي ساهمت معنا في هذا الحفل. سامر بايدي، رئيس المدينة ديال الحسنية المتطوعية المسيرة الخضراء. هاد الحفل البائس اللي كنعيشوا اخر لحظات ديالو لم يكن وليد الصدفه، بل كان توفيقا من الله عز وجل. كنبغي نشكر ليكيب اللي كانوا معنا، على راسهم السيده سميره التازي، المكتب المسير البلديه كذلك. كنبغي نشكر خاص الشكر السيد بشر احشموط النائب الاول لرئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات اللي وقف معنا الحدث من الاول. شاءت الظروف انه ما يكونش متواجد معنا اليوم، متواجد في الديار الموريتانية لأعمال وطنية وإنشاوية كذلك. أسمى التحيات والسلام. دون أن ننسى تقديم جزيل الشكر والامتنان النيابة العامة المحكمة الابتدائية بإنسكان اللي كيقدموا لنا يد المساعدة وكذلك التوجيه في التعامل مع الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال في وضعية هشة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للجمعية لهذه المبادرة القيمة والمبادرة الخيرية اللي كنتمناو ان جميع الجمعيات يحضروا حد هذه الجمعيه. وكنشكروا كذلك مدام تازي على هذه المبادره، وكنشكروا كذلك بنتنا ابتسام اللي هي اصلا محبه لحسنية فريق اكادير، وكيشرفني الحضور ديالي الان. وان شاء الله كنتمناو للجمعيه التوفيق ومزيد من العطاء، اللهم يسر ولا تعسر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.